الكرام، صار الوقت لحتى نروح ونتابع فقرة اكسسواريز مع الزميلة أوفيليا ونشوف شو حضرت لنا لليوم. شكرا لكم زميلاتي واهلا بكم مشاهدينا من وين ما تتابعونا. اليوم في فقرة الاكسسواريز خلونا نسوي سوية اطار صورة بشكل حلو او بالالوان اللي نحبها. طبعا كل اللي نحتاجه اطار صور، واكو هاي المادة اللي هي مثل الطين الاصطناعي، الاطفال دائما يلعبون بها، نقدر نستفاد منها. كل اللي راح اجي اسويه قبل لا ابلش اسوي الورد، راح اصبغ الاطار، طبعا اشيل الجامة مالته بهاي الطريقة، اجيب كرتونة، واللي نحتاجه هو البخاخ. طبعا ننتبه لانه البخاخ ريحته قويه، نحاول ما نصبغه مكان مغلق. بهالطريقه هسه راح انتظره اني ينشف ونجي احنا نشتغل على الورد هذا الحلو. طبعا المادة تنشف بسرعة وتصير مثل السفنج. هاي الطريقة راح اخذ قطعة صغيرة اسوي دوائر، بالايد دا تشوفون شلون اسويها هيجي. هسه اللي احتاجه اشيلها وافرها بهذا الشكل. تشوفون شلون صارت. هسه اخذ البقيه، طبعا هي الماده راسن تلزق. تشوفون شلون تطلع الورده. الحجم اللي نريده نقدر نسويه، طبعا نقدر نكبرها، نقدر تكون صغيرة نسويها. هسه راح اجيب اكو ويا الطين الاصطناعي مال الاطفال يطلع هيك شغلات، هاي ممكن نستفاد منها. مثلا هاي راح اجيب اقطع الزايد بهذا الشكل واخليها تنشف، ما تطول هواية لحد ما تنشف. الباقي راح اسويه بهالطريقة بغير شكل. مثل ما قلت لكم نقدر نستفاد منها بهذا الشكل، بس نحاول ما نضغط حتى لا تلزق. تشوفون هسه هاي الطريقة الثانية للورد، بس هيجي راح ألفها، أحاول أزغرفهم يعني بهالطريقة. عندنا الورقة نسوي الورقة بهالشكل بيضوية. راح أحاول أخليهم، نبدأ بالورق، أنا راح أسوي هاي الزاوية بس أخلي بيها الورق.
نزيت نقدر نزيت، فإذا نكتفي بهذولا نعوفها تنشف. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الشيء اللي سويته وحبيته ويكون بسيط عليكم. انتظروني بفقرات جديدة بأعمال يدوية جديدة.